أما أن الإيلاشيومرز هي متشكلات فراغية، بحيث أن الجزيء وصورته في المرآة غير متطابقات على بعضها البعض. والطريقة المرئية للحكم إذا كان جزيء أو آخر هو إيلاشيومر أو لا هو فحص التكوين معاكس في كل المراكز الكيرالية للجزيء. وشاهدنا الدايستيريومرز وهي متشكلات فراغية وغير منطبقة وليست صور مرآة لبعضها البعض. والطريقة المرئية لفحص هذا هو فحص التكوين المعاكس عند مركز أو عدة مراكز كيرالية الموجودة في الجزيء. في هذا الفيديو سنركز على مركبات ميزو، وهي مركبات يكون لديها اثنان أو أكثر من المراكز الكيرالية، لكن الجزيء بأكمله هو كيرالي. لنستخدم الصيغة البنائية هنا كمثال لنرى الفرق بين هذين التعريفين. إذا أردنا إيجاد مراكز كيرالية، نعلم أن هذا مركز كيرالي في الجزيء، وهذا الكربون أسفل هنا هو أيضا مركز كيرالي. لدينا اثنان من المراكز الكيرالية هنا. إذا أردنا إيجاد كم عدد المتشكلات الفراغية ستيريو ايزومرز، ستكون اثنان للقوة N، وN هي عدد المراكز الكيرالية، اثنان قوة اثنان. إذا نتوقع أربع متشكلات فراغية ستيريو ايزومرز في الجزيء هنا. لنرسم الأربع احتماليات ونحللهم. إذا سنبدأ مع اثنان من مجموعة الأوتاد تخرج باتجاهنا في الفراغ. إذا هنا اثنان من الأوتاد تخرج باتجاهنا. احتمالية أخرى ستكون اثنان من الأوتاد تخرج مبتعدة عنا في الفراغ. لنرسم كل الأوتاد المبتعد عنا بهذا الشكل. ويمكن أن يكون لدينا وتد واحد يخرج باتجاهي وواحد يخرج مبتعدا عني. إذا سأرسم الوتد العلوي يخرج باتجاهي، والوتد في الأسفل يبتعد عني. والاحتمالية الرابعة ستكون عكس هذا، سيكون الوتد العلوي يسير مبتعدا، والوتد السفلي يسير باتجاهنا بهذا الشكل. الآن لنحلل المتشكلات الفراغية التي رسمناها هنا. لنحلل هذه هنا ولنفحص المراكز الكيرالية. وإذا نظرت إلى المركز الكيرالي عند هذا الكربون، سنرى أن الـ OH تخرج باتجاهه عند الوصول إلى هنا. نرى أن الـ OH هي باتجاه مبتعدة، إذا هذا تكوين معاكس عند مركز الكيرالية هذا. عند النظر إلى هذا المركز، فإن الـ OH هي باتجاهنا، وهنا الـ OH هي باتجاهنا. إذا لدينا تكوينات متقابلة عند كل المراكز الكيرالية لهذه المتشكلات الفراغية. إذا يمكن العودة هنا ويمكن رؤية التعريف للإنانشيومرز، وهي متشكلات متعاكسة المراكز الكيرالية لكلا المراكز الكيرالية. إذا يمكن أن نكتب هذان هما إنانشيومرز لبعضهما البعض. إذا هذه إنانشيومرز، هذه ليست صور مرآة منطبقة لبعضها البعض. وإذا كان لديكم نموذج الذرات يمكنكم عمل هذا، وسترون أنكم لن تكونوا قادرين على عمل انطباق لهذه الجزيئات على بعضهم البعض. لنقارن هذان الاثنان على بعضهم البعض، لنقارن هذان المتشكلات الفراغية مرة أخرى لنفحص المراكز الكيرالية. إذا نظرنا إلى المركز الكيرالية، فإن الـ OH تكون مبتعدة هنا على اليمين، أو OH تخرج باتجاهنا. إذا هذا الاتجاه المعاكس لمركز الكيرالية هذا لمركز الكيرالية فهذا، فإن الـ OH تكون في اتجاه مبتعد عنا، وهنا نفس الشيء الـ OH أيضا تكون باتجاه مبتعد عنا. إذا لا يوجد تكوينات متعاكسة لكل المراكز الكيرالية، لدينا فقط تكوين معاكس لواحد من المراكز الكيرالية. إذا عندما نعود هنا يمكن رؤية التكوين المعاكس عند هذه الحالة، وهو مركز واحد كيرالي، وهذا يعني أن هذان الاثنان هما دايستيريومرز لبعضهم البعض. إذا يمكن القول أن هذان المركبان عفوا هما دايستيريومرز. لنحلل هذان المتشكلان فراغيان مرة أخرى. سنفحص المراكز الكيرالية. يمكن رؤية أنه عند هذا المركز الكيرالي الـ OH تخرج باتجاهنا، وهذه هنا تكون مبتعدة عنا. إذا هذا تكوين متعاكس، هنا الـ OH تكون باتجاهنا، وهنا تكون في اتجاه مبتعدة عنا. إذا هذا تكوين متعاكس عند المركز الكيرالي هذا. إذا قد نتوقع أن هذين هما إنانشمرز لبعضهم البعض، لأنهم تكوينات متعاكسة عند كلا المراكز الكيرالية. وإذا أخذنا هذا الجزيء هنا على اليمين وقمنا بقلبه بحيث أن الـ OH تصبح باتجاهنا الآن، سنكون قادرين على تطبيق هذا الجزيء مع هذا الهيكل هنا على اليسار. إذا هو في الواقع نفس الجزيء بالضبط. إذا هذين الاثنان يمثلان نفس الجزيء بالضبط، بما أننا قادرين على تطبيق
بما أننا قادرين على تطبيق صورة المرآة على الجزيء الأصلي هنا على اليسار. هذا يعني أنه جزيء كايرالي. إذن هذا كايرالي، ما زال لدينا مراكز كايرالية. إذا عدنا هنا إلى تعريف مركز الميزو، مركب الميزو وهو المركب الذي لديه اثنان أو أكثر من المراكز الكايرالية، لكن الجزيء ككل هو كايرالي. وبما أنه يمكن انطباق هذا الجزيء على اليمين مع الجزيء على اليسار، هذا الجزيء الكايرالي وهو مركب ميزو، إذن هذا مركب ميزو وهذان يمثلان نفس الجزيء هنا. أعتقد أن لدينا 4 متشكلات فراغية، لكن بما أن هذان الاثنان هما متماثلان ويمثلان نفس الجزيء، سيكون فقط لدينا ثلاثة كمحصلة. إذن الطريقة لمعرفة إذا كان مركب ميزو أو لا سيكون برسم صورة المرآة وتطبيق صورة المرآة على الجزيء الأصلي. وإذا استطعنا فعل هذا عندها الجزيء هو كايرالي ولدينا مركب ميزو. وطريقة أخرى لمعرفة إذا كان المركب ميزو هو البحث عن ما يسمى المستوى التماثل. إذا قمنا برسم مستوى هنا، وعند أي جانب المستوى يمكنكم رؤية أن أي جانب من المستوى يمكنكم رؤية أن لدينا تماثل، إذا استطعنا رسم مستوى من التماثل فهذا يعني أن الجزيء هو كايرالي. وهو فحص بسيط لمركب الميزو. إذا لنقوم بمثال آخر لنرى الفرق بين كلا التعريفين، ولنفحص الصيغ البنائية هنا في الأعلى. لنفحص المراكز الكايرالية. هذا مركز كايرالي وهذا مركز كايرالي، وكما في المثال السابق سنتوقع إجمالي 4 متشكلات فراغية. وهنا لدينا الهيكل مرسوم هنا لنرسم الـ OH والهيدروجين حتى نستطيع رؤية الاحتمالات للتشكيلات الفراغية. سأبدأ بهذا ونقول أن الـ OH عند المركز الكايرالي هذا تخرج باتجاهنا، هذا يعني أن الهيدروجين يبتعد عنا. إذا سنقول أن هذا سيكون هيدروجين يخرج باتجاهنا، وهذه ستكون الـ OH تخرج مبتعدة عنا. هذه واحدة من الاحتمالات. إذا أردنا رسم ما نعتقده أنه إنانشيمرز لهذا، كل ما يجب عمله هو قلب كل المراكز الكيرالية. إذا لهذا المركب الكيرالي هنا لهذا المركز الكيرالي هنا كانت الـ OH خارجة باتجاهنا، والآن سنضع الـ OH تخرج بالاتجاه المبتعد عنا والهيدروجين خارج باتجاهنا. إذا نقلب التكوين عند المركز الكيرالي هذا، لنقوم بنفس الشيء مع المركز الكيرالي الآخر. على اليسار لدينا الهيدروجين خارج باتجاهنا، وعلى اليمين سيكون لدينا الـ OH خارج باتجاهنا والهيدروجين يسير مبتعدا عنا بهذا الشكل. أسفل هنا يمكن أن يكون لدينا كلا الـ OH خارجة باتجاهنا. إذا هذه احتماليات أخرى، الـ OH تخرج باتجاهنا وكل الهيدروجينات تسير مبتعدة بعيدا عنا. وهذه احتمالية أخرى للتشكيلات الفراغية. إذا أردت رسم ما أعتقد أنه إنانشيمر للتشكيل الفراغي، يجب قلب المراكز الكيرالية. لذا سأضع كلا الـ OH بشكل مبتعد عنا، والهيدروجينات ستكون بشكل خارج باتجاهنا في الفراغ. إذا هذه الاحتمالات الأربعة للتشكيلات الفراغية. لنحللهم بشكل أكبر لنرى العلاقات بشكل أكبر. إذا فحصنا هذا الجزيء هنا على اليسار، إذا سأركز على هذا الجزيء. نعلم أن روابط سيجما تسمح بالدوران الحر، لذا يمكن في الواقع تدوير هذا الجزيء حول رابطة سيجما هذه. لنقوم بهذا ولنرى على ماذا سنحصل. إذا قمنا بتدويره حول رابطة سيجما تلك، هذا سيجعل المجموعة على اليسار نفس الشيء، وسنقوم بتدوير هذه المجموعة هنا على اليمين لنرى إذا كان بالإمكان رسم النتائج. إذا سيكون لدينا الحمض الكربوكسيلي ما يزال هنا، والـ OH ما تزال خارجة باتجاهنا في الفضاء. الـ OH ستكون باتجاهنا، وهذا الهيدروجين ما زال بالاتجاه المبتعد عنا في الفضاء. الطرف اليسار من الجزيء سيبقى نفس الشيء، نقوم فقط بتدوير الطرف اليمين من الجزيء، وأنا أقوم بهذا لوضع الحمض الكربوكسيلي هنا على القمة. مرة أخرى يمكن عمل هذا بشكل كامل باستخدام نموذج الذرات. وعند عمل هذا سترون أن الـ OH خارجة باتجاهنا في الفضاء بهذا الشكل. إذا هذين هما نفس الجزيء، لكن قمنا بالتدوير حول رابطة سيجما. لكن عند القيام بالدوران فإنه من السهل رؤية مستوى التماثل. إذا قمنا برسم مستوى هنا، يمكن رؤية أن هناك تماثل على كلا الطرفين.
من هذا المستوى. إذا هذا المركب هو كايرالي وهو ميزو، لديه مركزين كايراليان ولديه مستوى تماثل، إذا هذا مركب ميزو. إذا أسرع طريقة لعمل هذا هو رسم مستوى التماثل، إذا هذا مركب ميزو، والذي يعني أن هذا كايرالي، والذي يعني أن صورة المرآة يجب أن تكون منطبقة على الجزيء الأصلي. هذا المركب هنا على اليمين اعتقدنا أنه متشكل فراغي مختلف، لكن يمكن عمليا تدويره. إذا هو منطبق على هذا الجزيء على اليسار، إذا هو هذا نفس الجزيء بالضبط بالضبط. إذا هنا لدينا 3 طرق مختلفة لرسم الجزيء نفسه. هذا متشكل فراغي واحد محتمل. والفحص الأساسي لمركب الميزو هو أخذ هذا المركب هنا على اليمين، ونستخدم نموذج الذرات ونقوم بتدويره، وحينها يمكن تطبيقه على المتشكل الفراغي في اليسار. إذا هي نفس الجزيئات بالضبط. إذا سرنا للأسفل هنا الآن، هنا على أسفل اليسار لنفحص هذا الجزيء، إذا استخدمنا نفس الحيلة، إذا حاولنا التدوير حول رابط السيجما لنرى على ماذا سنحصل. إذا أردنا رسم التشكيل الناتج لنحاول تدوير المجموعة على اليمين مرة أخرى، وهذا سيجعل هذه المجموعة على اليسار نفس الشيء. إذا الـ OH ما تزال خارجة باتجاهنا، وهذا الهيدروجين ما يزال مبتعد عنا في الفضاء، ونقوم بتدويره، لذا يكون الحمض الكربوكسيلي هو أعلى هنا. وعند استخدام نموذج الذرات سترون أن الهيدروجين هو خارج باتجاهنا والـ OH خارجة بشكل مبتعد عنا. إذا رسمنا مستوى هنا فإنه لا يوجد تماثل، لا يوجد تماثل. إذا هذا المركب هو ليس ميزو، هذا مركب كايرالي، ولهذا سيكون لدينا صورة مرآة. إذا هذا المركب هنا على اليمين هو إنانشيومر للجزيء على اليسار. لنحاول أن نحدد بعض العلاقات هنا، هذا المركب هنا وهذا المركب هنا هم إنانشيومرز لبعضهما البعض، هم صور مرآة غير منطبقة، لا يمكن إيجاد مستوى تماثل بينهما. المثال في الأعلى هنا، صورة المرآة هي منطبقة، ولهذا هو مركب ميزو. إذا لدينا فقط 3 متشكلات فراغية.